يقول السائل: ما هو حكم الإمام الذي يقلد المقرئين علما بأنه بدون تكلف منه؟ إيش؟ يقول: ما هو حكم الإمام الذي يقلد المقرئين علما بأنه بدون تكلف منه؟ تقليد المقرئين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقلدهم في ضبط القراءة وقواعد القراءة، هذا طيب، هذا جيد، يقلد في ضبط القراءة وأحكام التجويد. القسم الثاني أن يقلدهم بالصوت، هذا لا ينبغي أنه يقلدهم بالصوت، يعني يصوت مثل صوت فلان، هذا لا ينبغي، ينبغي أنه يقرأ بصوته الذي أعطاه الله إياه، ولا يجعل صوته مثل صوت فلان يحاكي واحد من الناس أو قارئ من القراء يحاكيه بصوته. نعم.